بشكل أساسي. نحن نتحدث عن أن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل كل شيء. فقط أريد أن أسأل، هل يمكن الولايات المتحدة أن تحقق أي نوع من الحلول الوسط أو الموائمات التي تساعد في حل هذه المشكلة حتى يتم؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني يتعلق بالنظر إلى اللغة التي يتم استخدامها في المراحل الانتقالية، وكذلك المفاهيم المرتبطة بالاتحاد بالدول الأوروبية. نستطيع أن نحصل على سؤال إضافي آخر؟ ليزا فريدمان من نيويورك تايمز. أريد أن أسأل حول كيف يمكن توحيد كل هذه الجهود الخاصة بكوب 27، وتحديد ما إذا كانت إذا ما كان الأمر ناجحا أم فاشلا، ووجهات النظر المختلفة في هذا الشأن. وشكرا. عظيم، شكرا. قد أبدأ بسؤالك حول الولايات المتحدة. ميغان، هناك في إدارة بايدن هناك الكثير الذين يستطيعون اختيار الكلمات المناسبة. نحن نسمع صرخات زملاؤنا في الجنوب العالمي، وهنا 24 مليار دولار للدرع العالمي، وفي نفس الوقت فإنها تكون هناك حاجة ملحة للدول النامية لأن ترى المزيد من التسهيلات. ونحن للأسف يتم صياغة العديد من الأسباب المختلقة حول عدم التفاعل مع هذه الدعوات. رأيت الكثير من هذه الأمور، وهذا لا يكفي. هناك حاجة لا يتم تنفيذ الأمر بحده الأدنى على الأقل. أريد أن أقول وأريد أن قبل أن آتي إلى هذا المؤتمر الصحفي كانت الأطراف تتحدث عن مرحلة عدم استخدام الأوراق، وكنا هنا نتحدث عن المراحل الانتقالية وأن يكون هناك انتقال عادل وأن يكون هناك انتقال خاص بالطاقة. إذن هناك حمل كبير يقع على عاتق الجميع، وأعتقد أن هناك إدراك واحد هو أن الأمر جد هام، لأن لدينا اجتماعات رفيعة المستوى، وكان هناك اجتماع قمة في الأسبوع الماضي، ولدينا طاولات مستديرة، ولدينا أمل في أن يتم إحداث تغيير وخطوة للأمام في هذا التحول. وأيضا هناك المعايير الأخرى، هناك الأمور المرتبطة بالانتقال العادل، منصة انتقال عادل أو آلية. البعض يتحدث عن هذه الانتقالات، وكذلك في نهاية اليوم إذا ما كان هناك الكثير من الشراكات الموجودة، وإذا لم يكن هناك نوع من المحاسبة أو الشفافية، فإننا يكون لدينا فهم لما يجب أن تحتاجه الدول النامية وكيف سيكون الاستجابة. هناك دقيقة واحدة باقية. فقط أود أن أرد على سؤال ليزا. ومنذ ساعتين كان لنا لقاء، وكنا نتحدث عن اجتماع 77،
وكنا سنقول كنا نقول إن هذا الكوب سوف يكون أعلن فشله إذا لم تكن هناك استجابة لقضية الصندوق الخاص بالخسارة والضرر. إذا ما الأمر ليس فقط قضية حديث أو عروض كلامية، نحن لن نصل إلى أي شيء قبل 2024، ولهذا السبب نحن هنا. نحن هنا لكي نرسل رسالة أمل لمن يعانون على الأرض والذين يعلمون أن العمليات تأخذ وقت، ولكننا نرسل رسالة أمل. ولكن المواطنين يقولون أننا نخسر. هناك من يقول أننا لن نساعد هذه الدول الضعيفة ولن نساعد من يخسرون أقواتهم ولا منازلهم. سوف نواجه أزمة كبيرة إذا لم يتم الحصول على هذا التسهيل. شكرا جزيلا. يجب أن ننهي هذه الجلسة، وأنا بقية الأسئلة يتم مناقشتها بالخارج. You have seen circulating, which I had the opportunity to discuss this morning with President Shoukry. The presidency have reassured me that this text is a compilation of submissions they have received and not a proposed presidency landing zone. That's good news. I hope the presidency will present us soon with a text that we can take as a basis for negotiations. Then we can work seriously towards a consensus. We will continue our discussions and keep providing our inputs. أو إجماع. We certainly hope to find نحن نتمنى أن يكون هناك أرضية مشتركة. وسمعنا كثيرا أن هذا الكوب يتناول بناء إعادة بناء الثقة، وأيضا التقدم المضي قدما في العديد من القضايا والعديد من الالتزامات الخاصة بالتمويل المناخي والخسارة والضرر. وهذا العمل الذي يمكن أن يؤدي إلى تقديم التمويل في المستقبل، وهذا يوضح كيف يتم المضي قدما في القضايا الخاصة بالتخفيف والتكيف. نتمنى من كل الجهات أن تلتقي وأن تجد أرضية مشتركة، وإذا فشل هذا الكوب فإننا سنخسر جميعا، وليس هناك وقت للخسارة. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصل إلى إجماع واتفاق. شكرا جزيلا ومساء الخير. أنا هنا نيابة عن البرلمان الأوروبي، والبرلمان الأوروبي ليس مفاوضا ونحن نعمل على هذا التقدم، ونحن جميعا مدركين أننا لسنا على المسار الصحيح للوصول إلى حد 1.5 درجة مئوية، ونعلم أننا لسنا على المسار الصحيح نحو هذا، ويجب أن نعمل على هذا، ولدينا الكثير من العمل الذي نقوم به في هذا الشأن. إذا ما نظرنا إلى التطور الذي حدث في شرم الشيخ، فإن أحد النقاط الأهمية التي نود أن نراها هي أن شرم الشيخ ذهبت إلى ما هو أبعد من جلاسكو. نحن هنا لم نأتي إلى هنا لنؤكد ما قيل في جلاسكو، نحن جئنا لنبني على ما تم في جلاسكو، وهذا يعني أن يجب أن يكون هناك التقدم في قضية التكيف والتخفيف. هذا الأمر الذي نريد أن نراه، وهذا الأمر المهم الذي يجب أن الاعتماد عليه. فيما يتعلق بالتخفيف، فإننا يجب أن نقلل من استخدام الوقود الأحفوري، ويجب أن led COP negotiations in 2015. We also have Wanjira Maathai, the Managing Director for Africa and Global Partnerships
الدولية ومن مؤسسة الموارد، وسوف تعطينا تقييما حول المحادثات حتى الآن والموضوعات الأساسية فيما يتعلق ب 1.5. قضية خاصة ب 2024 وكذلك الوكالة، من فضلكم اعطوني تقييمكم حتى الآن وما هو المطلوب لإنجاح هذا الكوب في هذه المرحلة الأخيرة التي نحن بصددها. شكرا جزيلا. شكرا على منح هذه الفرصة. لقد حان الوقت لاتخاذ القرارات، لقد كان الأمر جيدا لأن نعتبر في الأيام الأولى أننا نتحدث عن التنفيذ، وكان هناك الكثير من الإعلانات الجيدة والعديد من الحديث عن المنظمات والمجتمعات والتي تظهر الأمر، ولكن حان الوقت لاتخاذ القرارات. ولكي تتخذ قرارات فإن هذه قضية محورية، لأن هذا الكوب يجب أن يوصل ويحدد ويمارس الضغوط لكي يكون هناك تفعيل لكل القرارات. ولماذا؟ لسببين أساسيين. نحن في حالة طارئة ونحتاج أن نظهر أن هذه العمليات قابلة للتنفيذ، وبالتالي لا يمكن فقط أن نلتزم باتفاقية باريس، ولكن نستطيع أن نتعامل مع التركة الخاصة بجلاسكو ونبدأ في تنفيذها. وما نود أن نعرفه هو أن يجب أن يكون هناك لدينا إشارة من اجتماع جي 20، ولكن كانت هذه مجرد أساس، هذه ليست النهاية. إذن علينا أن نستمر في البناء على ما قامت به جي 20، وهنا يجب أن نتخذ القرارات المختلفة. أولا يجب أن يظل الطموح قائما فيما يتعلق بالاستراتيجيات والمساهمات المحددة وطنيا، ويجب أن نحافظ على درجة 1.5 مئوية وألا نصل إلى أرقام مختلفة لا نرغب أن نصل إليها من خلال أهدافنا. أيضا نحتاج أن يكون هناك تعامل مع قضية الخسارة والضرر. كان رائعا أنه في بداية كوب 27 تم فتح مناقشة حول تقرير آلية تمويل الخسارة والضرر، ولكن فتح هذه المناقشة ليس كافيا، ليس يجب أن يكون هناك اتخاذ قرارات، وأيضا يجب أن نكون واضحين فيما يتعلق بقضية الوقود الأحفوري. نتذكر أنه كانت هناك مناقشة في نهاية كوب 26 وكانت تتعامل مع التقليل أو منع استخدام الفحم. إذن ما نتوقع من هذا الكوب وما يجب أن يتم تضمينه في القضايا الخاصة بالوقود، وهي منع استخدام الفحم ووضع جدول زمني لتقليل استخدام الوقود الأحفوري. ويجب أن نمارس بعض الضغوط، يجب أن نستخدم قدرتنا على المضي قدما في هذه العمليات وأن نقوم باتخاذ القرارات الخاصة بكوب 27. شكرا. والآن ننتقل إلى جورا، أعطينا تقييمك حتى الآن وما الذي يحتاج أن ينتج هذا الكوب باعتباره هو الكوب الأفريقي. شكرا. أنا متأكدة من أن تفاصيل المحادثات نود أن نذكر أنفسنا بأنها كانت لحظات مهمة لأفريقيا وبصفة خاصة، وكان
كما نتذكر أن الأمر المهم هو الذي يرتبط بالصمود. إن عدد الفيضانات والجفاف الذي حدث في بعض الدول كان بها فيضانات أتبعها جفاف، وكان هذا أمر لا يحتمل، وكان هذا أمر مهم جدا، ونحتاج المزيد من الصمود وأن نتعامل لبناء قدرات خاصة بالتكيف، وأن يكون هناك مضاعفة للقدرات الخاصة بالتكيف، لأن هذه لحظات مهمة جدا، هذه لحظات حاسمة لإفريقيا، لأن لدينا عدد قليل من القضايا التي يجب الاستفادة منها. أولا الشباب، لدينا عدد كبير من صغار السن والشباب، وهم الذين يجب الاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم لبناء الصمود، وهم مبتكرين ومستثمرين، ونحتاج أن نمولهم، ونحتاج أن نقوم ببناء فرص اقتصادية لهم. الأمر الثاني وهو المهم أيضا، وهو الموارد المتجددة والقدرات التي تمثلها أفريقيا، وكما ننتقل إلى أجندة إزالة الكربون في كل مكان، فإننا نحتاج أن نعرف ما تقدمه أفريقيا. لدينا أكبر قدرة في الطاقة الشمسية تمثل 90% من تلك القدرة المتعلقة بالطاقة الشمسية، نحتاج أن نطلق ونستخدم هذه القدرة في التمويل. إذن الحصول على هذا الأمر مهم جدا. وأخيرا أود أن أقول أن لدينا قدرة مهمة فيما يتعلق بغابات الكونغو، هذه الغابات لديها قدرة على امتصاص الانبعاثات الكربون في نظامنا البيئي، وتتطلب التزاما من الجانب الآخر. أحببت الرسالة التي أرسلها G20 حين قالوا إن نود أن نرى هذا يحدث، وهم قالوا أن أفريقيا على المحك، ولكن لديها الكثير من العروض. شكرا أنجيرا. والآن إلى لورنس، أنت كنت أيضا في هذا الموقع في عام 2015، تستطيعين أن تقولي إلى أي مدى تكون هذه اللحظة حاسمة، وكيف يمكن أن نحافظ على درجة 1.5؟ سعيدة لوجودي هنا مع أصدقائي ومشاركة أفكاركم في هذه اللحظات الحاسمة. مرة أخرى، لدينا يومان وهو وقت طويل ولكنه أيضا وقت قصير حين ننظر إلى ما تم تحقيقه، وأعتقد أنه حان الوقت لكي نتخلى عن البعد عن القضايا الأساسية فيما يتعلق بالوقود الأحفوري. إلى أي مدى سنتوقف على استخدام الوقود الأحفوري؟ وقد ذكر هذا الأمر في غلاسكو وفي باريس، ونحتاج أن يكون لدينا تحديدا للأمور، ونقول لماذا نحن نحتاج أن نعرف أهمية هذا الأمر، ونرى إذا ما كان هناك استجابة من قبل شركات الغاز أم لا. فهم يقولون لا نستطيع أن نفعل هذا بين عشية وضحاها، ولكن كم يستغرق الأمر من الوقت منكم حتى تستطيعون إنهاء هذا الأمر وأن نصل إلى قضية إزالة الكربون؟ يبدو أن الأمر سيستغرق ليالي طويلة منكم. الأمر الآخر، كل شيء يجب أن يكون واضح في خلال 48 ساعة التالية. أعتقد أن الأمور ستسير بشكل أفضل، لأننا أدركنا أن النظام المالي لديه مشكلة، النظام المالي معطل. حين ننظر إلى تكلفة التأثير المناخي لضمان الأصول، فإن الأمر كما بما أننا في 2022، فإننا يمكن أن نرى كيف أن هذه الأصول تمثل أكثر من 200 مليون دولار في العديد من الدول،
فإذا ما تم هذا فإننا قد نكون نلقي الأموال من النافذة، وهذا أمر غير مقبول. النظام المالي كما قلنا أنه معطل مكسور، وهناك دعوة لإصلاح هذا النظام ومعالجة القضايا الخاصة بهذا الأمر، لأننا نحتاج المزيد من رؤوس الأموال، ونحتاج أن يكون هناك موارد إضافية لمواجهة تأثير التغير المناخي والخسارة والضرر. مهم أن نتحدث عن هذا الأمر، ولكن يجب أن نتحدث عن ما يتبع هذا الكوب، ونحتاج مرة أخرى أن يكون هناك أسس مالية تتحدث عن هذا الطلب الذي يتكلف كميات كثيرة من رأس المال في كل أنحاء العالم، وأيضا يؤدي إلى تهديد استقرار العالم. يمكن أن نعالج القضايا الخاصة بهذه الدول مثل باكستان. يجب أن الدول جادة في معالجة قضية الخسارة والضرر، والأمر ليس قضية سهلة، تحتاج أن يكون هناك إجماع عليه، ويجب أن يكون هناك موارد جديدة للتعامل مع هذا الأمر. وأعتقد أنه ضرورة فرض ضرائب على الوقود الأحفوري أمر مهم يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا. إذن لدينا 48 ساعة، يجب أن يكون لدينا نتائج حقيقية حول الخسارة والضرر. فيما يتعلق بالطموح، فإننا يجب أن نحافظ على درجة 1.5 مئوية وصفر انبعاثات. هذه أمور واضحة، وهذه أمور يجب أن يتم تحديدها، وكذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة، وأيضا دعوة الأنظمة المالية للتعامل مع هذا الأمر. عظيم، شكرا جزيلا للمتحدثين، ونفتح الباب الآن للأسئلة. لدينا السيد هناك. فيما يتعلق بما نحن بموقفنا الآن، هل يمكن أن نقارن موقفنا الآن في تلك الأعوام ونحن هنا وهناك الكثير من الشكاوى التي وردت؟ دعني أجيبك أولا، أنا لن أحكم على الرئاسة لأن تعقيد الكوب مرتبط بالسياق نفسه. نحن كنا في كوب 20 وكوب 21، كان هدفنا واضح، كنا جميعا نعمل للوصول إلى هدف والوصول إلى اتفاق. الأمر الآن أكثر تعقيدا، أن تصل إلى اتفاق فإن هذا أمر صعب جدا، وحصلنا على اتفاقية باريس، والآن نحن في وقت مختلف، نحن في وقت التنفيذ. يجب أن يكون لديك هدف ملموس، وبالتالي يجب أن تتعامل معه، وأنت تحاول أن تتحرك من خلال هذا الهدف، من خلال تعريف بعض النتائج الملموسة. ولكن هذا الأمر يجب أن لدينا 1.5، لدينا تقليل استخدام الوقود الأحفوري، القرارات الخاصة بالخسارة والضرر وغيرها. وبالتأكيد هذا يمكن استكماله من خلال عناصر أخرى، ولكن في 48 ساعة الأخيرة كنا نحتاج أن نكون أكثر شفافية، لأنه كان هو الوقت المناسب للاستماع لكل فرد، وأن نحاول أن نصل إلى إجماع من خلال الاستماع إلى الجميع. وهذا شيء
يجب أن يتم توقعه. لا أعلم لورانس إذا كنت تحب أن تعلق أم لا. الشفافية أمر أساسي، وأنت تقلل الضغط الموجود بالفعل. أعتقد أن هذا ضرورة. هل 48 ساعة القادمة حاسمة، والجميع يستطيع أن يرى موقف كل دولة، وكل دولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، ولا توجد أبواب مغلقة. هذه هي نصيحتي الوحيدة. نستطيع أن نحصل على المزيد من النصوص الأكثر اتساقا، لأن أحيانا في مؤتمرات الكوب يكون هناك إشارات سياسية توحي بأن أشياء ستحدث ونكون متفائلين، ولكن في النهاية لا نصل إلى قرارات. نستطيع أن يكون لدينا المزيد من القرارات المتسقة التي يمكن أن تكون مساعدة. هذا أمر قريب جدا إلى قلبي. نحن نقوم منذ جلاسكو نحاول أن نحشد الشباب والمجتمع المدني، وبغض النظر عما حدث، ولكن ما الدور الذي يلعبه الشباب أو المجتمع أو المجتمع المدني؟ لم يجلسوا على هذه الطاولات ولم يتفاوضوا، وهذا لا يجب أن يستمر. لا يجب أن يكونوا حاضرين كمعلقين أو كمراقبين. يجب أن يشاركوا في الجلسات وفي اتخاذ القرارات، ولا يمكن أن يستمر الأمر كهذا. الشباب قالوا لي أنهم لا يمكن أن الإنجازات الخاصة بالخسارة والضرر في نهاية الأجندة، يجب أن تكون في المقدمة. شكرا على وقتكم. رأينا عدد من القضايا فيما يتعلق بالوقود الأحفوري وكذلك الوفود. كان هناك الصفقات الخاصة بالبترول والغاز، وأيضا كيف يمكن أن يتم مشاركة هذا بما حدث في العام الماضي؟ هل هناك تأثير لللوبي الخاص بالغاز والبترول؟ وما الذي قمت بملاحظته في الصفقات التي يتم عقدها في مجال الغاز والبترول؟ وأيضا هل هناك تأثير على المفاوضات من قبل هذه المجموعات المرتبطة بشركات الغاز والبترول؟ دعيني أقول لك، حين يكون هناك تجهيز، حين تقومين بطهي الأرز وتقومين بغسيله وإعداده أولا، فإن هناك بعض الحبات ستسقط بالفعل. هناك من سيمانع في عمليات الإسراع، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نتجه نحو التحول. ولكن كي أجيب على سؤالك، حين نتحدث عن المشاركة فنحن أيضا نتحدث عن التأثير، وهذا لا يعني أن ليس هناك نوع من المشاركة. النقطة هي القدرة على مقاومة أي مستوى من التأثير، ولهذا فإننا وهذا ما نعمل عليه بشكل كبير، لأننا حين نتحدث على درجة 1.5 فإنه من المهم أن كما ذكرت لورانس أن يكون هناك تقدما، وأن نبدأ في التقليل من استخدام الوقود الأحفوري، وأن يكون هناك آليات لتعويض الخسارة والضرر. ومن المهم أن نعمل على المصداقية الخاصة بمفهوم 1.5 درجة مئوية، وكذلك الأمر الخاص بتقليل الانبعاثات، وحتى يكون لدينا أنظمة فاعلة لكي نحافظ على هذه القواعد أو هذه المبادئ، فإننا قد نعارض أي مبادئ أخرى. نحن هنا من اليوم الأول ونقول نعم
نجب أن نستخدم أهدافنا وأولوياتنا في هذه العملية. يبدو أن الإشارات ليست متحدة، ونحن يبدو أننا نستهلك الكثير من وننفق الكثير على البحث والتنقيب عن الوقود الأحفوري، ونحتاج المزيد من الشفافية، ونحتاج أن يكون هناك متابعة للمساهمات المحددة وطنيا، وإلا ستكون بلا جدوى. يجب الحصول على هذا، ويجب أن نؤمن بأن القدرات البشرية هي أمر فاعل بالنسبة لنا، ويجب أن يكون لدينا المزيد من الشفافية. الزيادة المتنامية للوقود الأحفوري يمكن أن تنعكس بالطبع على التغير المناخي، وحان الوقت للتعامل مع هذه القضايا. يمكن اعتبار هذه إشارات جيدة، وقد يتماشى هذا، وقد نصل في وقت من الأوقات إلى انعدام استخدام الوقود الأحفوري. يجب إذا لم نستطع التخلص من الوقود الأحفوري فما هو الحل؟ يجب أن يكون هذا هناك وقت قصير للتخلص من الوقود الأحفوري، ويجب أن نتخلص من هذا، وبصفة خاصة مع الإعداد لكوب 28. لقد ذكرت أن الساعات القادمة يجب يتم استثمارها قدر الإمكان، وهل تعتقدين أن الكوب حتى الآن كان يتمتع بالشفافية فيما يتعلق بالمفاوضات؟ وأيضا ذكرتم قضية باعتباركم من أفريقيا، ذكرتم أن هناك بعض الظروف الخاصة بأفريقيا، وهل هناك المزيد من المعلومات حول هذا الأمر؟ هل تعتقد أن هناك أي من الأسباب التي تغير من موضع دول الجنوب العالمي فيما يتعلق بالخسارة والضرر؟ شكرا. هل يمكن أن تعيدي السؤال حول أفريقيا مرة أخرى؟ السؤال الثاني، نعم. في النص كان هناك عنوان حول الظروف الخاصة بأفريقيا، ولا توجد معلومات حول هذا الأمر، وأود أن أعرف إذا ما كان هذا يمثل خطورة يمكن أن يؤدي إلى امتناع الدول عن تمويل الآثار الخاصة بالخسارة والضرر. أعتقد أن السؤال الأول يمكن إجابته. أعتقد أننا يجب أن نستمر في القضايا المختلفة، ويجب أن نعرف أن في أفريقيا هناك ظروف معينة تشمل نقص المعرفة، وأيضا هذا يمثل أحد أوجه الظلم الذي تواجهه أفريقيا بالطبع، ولم أرى التفاصيل، ولا يجب أن يكون هناك أمرا حصريا. فيما يتعلق بالسؤال الأول، دعوني أقول أن هذا الكوب كان لديه عمل في ال 11 يوما ال 12 يوما الاولى، وفيما يتعلق بال الشفافيه فان الامر يرتبط بالطريقه التي نسير بها في الطريق الصحيح، ويجب ان نحدد ما الذي يحدث، لان الامور كلها في الغرف المغلقه، ولكن ان يكون لديكم
قرارات تم التفاوض بشأنها، فهذا هو الأمر المهم. من المهم أن يتم الاستماع إلى كل فرد. ولا أتذكر كان هناك أكثر من 15 مدونة مرتبطة بالكوب. إذن نحتاج أن يتم التشاور مع كل هذه التكتلات فيما يتعلق بالحجم وبالاقتصاد وأيا كانت الاختلاف، لأن هذه هي الطريقة التي نستطيع من خلالها أن يتم بناء القدرات. سؤال أخير. اسمي ليون ليديغو في جريدة ديلي نيشن من كينيا. أنا كنت في أحد الغرف وحين سمعنا أحد الأشخاص يتحدث عن الطاقة، كان يتحدث عن الشركات الكبرى والإمكانيات وتلويث البيئة، ولكن حين سمعنا سيدة تتحدث كانت تتحدث عن الطاقة الخاصة بالطبخ وإضاءة المنازل. هل تعتقدين أنه حان الوقت لرئاسة الكوب أن تتعامل مع الأمر من منظور نسائي أو ذكوري، ولأن هذا سوف يعطي مفهوما أوضح؟ هذه قد تكون فكرة جيدة. في الكوب نحتاج دائما أن يكون هناك لمسة نسائية وأن نستمر. يجب أن يكون هناك نوعا من التضامن. تعلم هناك الكثير من الرجال الذين يقومون بعمل جيد، ونحن نريد أيضا أن نقوم بعمل جيد وداخل الكوب وخارج الكوب أيضا. شكرا جزيلا للمتحدثين ولكم جميعا. نحن مستعدين للمقابلات بعد ذلك إذا ما أردتم الاستمرار في المحادثات. يتم فيها التعامل مع التكنولوجيا، تكون فيها التكنولوجيا أداة يمكن أن تساعد، ولكنها هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها. وأيضا يجب أن تكون هناك الموارد المطلوبة، نحتاج أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل أساسي. شكرا محمد، ونعود إليك مرة أخرى سارة. وما تقولين هو أن لديك سؤالان، ما تودين الحديث عنه فيما يتعلق بالمدن وبما القرارات والنقل المستدام، وكيف يمكن التعامل مع هذه القضية؟ أعتقد أن زملائي والمتحدثين السابقين قد عالجوا ما أود الحديث عنه. من وجهة نظري أننا يجب أن نتعامل مع التخطيط العمراني بشكل أكثر شمولا. يجب أن نحل مشكلة ونخلق مشكلة أخرى. يجب أن نتعلم كيف يمكن جمع كل الأطراف للتعامل مع مشكلة محددة ومعالجة الحاجات الأطراف الموجودة في الجنوب العالمي. يجب أن يكون لدينا فهم لما يحتاجه البشر في الجنوب الشمالي، ونحن نؤمن بمفهوم يسمى الخبرة والتصميم. وهذا يبدأ مع السؤال الخاص بما هو الطريقة التي يتم معها مع الرحلة كلها بشكل عام، وكيف يمكن الانتقال من النقطة ألف إلى نقطة باء، وكذلك التعامل مع كل الحلول. ورأينا الأمر متعلقا بالانتقال. إن الأبحاث الخاصة بآي بي إم في مكتب نيروبي تتعامل مع مشروع يحاول أن يحدد لماذا تكون السيارات في أفريقيا. والآن
نحاول أن يكون هناك أدوات موجودة في السيارات مثل الكاميرات، نستطيع من خلالها أن نحدد ما هي المشاكل الحقيقية وهل الأمر متعلق بالسيارات.